أهلا بكم مشاهدينا إلى متابعة هذه السهرة الانتخابية. اليوم اختار الشعب التونسي رئيسه، اختار رمز وحدة دولته وضامن استقلالها ومن سيسهر على احترام دستورها. وبنسبة إقبال فاقت 50%، توجهوا إلى مراكز الاقتراع، صور تنقلتها كل وسائل الإعلام عبر العالم، أرفقت بإشادات دولية بالتجربة الديمقراطية في تونس. ومن خلال هذه السهرة نتابع وإياكم مشاهدينا النتائج الأولية لهذه الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ومختلف ردود الفعل حولها بحضور مجموعة كبيرة من الضيوف. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي في هذه الفترة الأولى، وهم السيدة رشيدة النيفر عضو الحملة الانتخابية للأستاذ قيس سعيد. أهلا وسهلا بك. ما عندوش حملة الأستاذ قيس سعيد. ما عندوش حملة. أنا فريق مساندة. أنا مساندة. نعم. الأستاذ قيس سعيد. مرحبا بك. زميلته أيضا في التدريس. نعم مرحبا بك سيدتي الكريمة. السيد أسامة الخليفي مدير الحملة الانتخابية للمرشح سيد نبيل القروي. أهلا وسهلا بك سيد أسامة. معنا ايضا سي محسن حسن الخبير الاقتصادي والوزير السابق. اهلا وسهلا بك سي محسن. وايضا السيد عبد الحميد جلاصي القيادي في حركه النهضه. اهلا وسهلا بك سي عبد الحميد. مرحبا. قبل ان ابدا حديثي مع ضيوفي، لا ادري ان كانت الزميله نيله بالحاج في المركز الاعلامي للهيئه العليا المستقله للانتخابات جاهزه مع رئيس الهيئه. نعم. أهلا بك نيلة. أهلا بك زينة. نحن الآن في المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الندوة الصحفية وفات، وتقريبا يعني معظم الصحفيين غادروا المكان. معنا السيد نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا. سيد نبيل، بنسبة 57.8%، وهذا يتعلق الرقم ب 70% من مكاتب الاقتراع في تونس ودون احتساب مكاتب الاقتراع في الخارج. انتم كيفاش تقراوا هذه النسبة وهذه المعطيات والأرقام؟ هو الحقيقة النسبة هذه نسبة مريحة، لأنه أفضل من النسبة اللي سجلناها في الدورة الأولى والانتخابات التشريعية. يمكن زادة أنه سهولة عملية الاختيار في الدورة الثانية الرئاسية أنه يكونوا فما مترشحان فقط، هذا يسهل العملية على تونس كل، وبالتالي نحن مرتاحين لهذه النسبة. نعم، هنالك حديث كبير اليوم بخصوص، يعني نعرف اللي انت تحدثت عن ذلك خلال الندوات الصحفيه، ولكن سنعود لنحوصل بخصوص غياب الملاحظين والمراقبين، كيف ترد عن مجمل هذه التساؤلات؟ الحقيقه اليوم استنتجنا حاجه ايجابيه جدا، وانه فما ثقه كبيره من التوانسه في الملاحظين، وهذا شيء يخلي وانه هيئه الانتخابات ستسعى بعد الانتهاء من العملية الانتخابية أن نعطيه توصية لمساعدة المجتمع المدني في العمل متاعه، لأنه نعرف أنه إيجاد عدد ضخم من الملاحظين في ثلاثة مناسبات متاع رقابة عملية انتخابية راهو مجهود لوجستي كبير، وخاصة مجهود مادي كبير. يبدو لي لابد من التفكير في المساعدة العمومية للجمعيات المشتغلة في الملاحظة في تونس. احنا هذه باش تكون واحده من اوكد التوصيات نتاعنا كهيئه، لانه لاحظنا اليوم مع اللي صار في وسائل الاتصال ووسائل الاعلام اللي تونسي يرتاح برشا لوجود الملاحظ داخل مكتب الاقتراع، وبالتالي سنسعى لتوفير كل الضمانات لايجاد الملاحظ في كل المناسبات، وهذا يتطلب راهو تضافر الجهود من الهيئه، ولكن ايضا من جهات اخرى في الدوله التونسيه. يبدو لي التمويل العمومي للجمعيات المشتغله في العمليه الانتخابيه ولا اكثر من ضروري. سؤال أخير، بالنسبة لكم القانون أعطاكم 3 أيام للإعلان عن النتائج، نتائج الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. أنتم قلتوا غدوة باش يتم الإعلان، فما إمكانية يعني غدوة تكونوا جاهزين وتعلنوا عن النتائج؟ بالفعل إن شاء الله غدوة نعلنوا عن النتائج الأولية. تعرفوا أنه لهي نعملوا في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، عنا
أجيال دستورية لابد من احترامها وهي آخر شهر أكتوبر، عنا 90 يوم تاع المدة النيابية للرئيس اللي الحالي، وبالتالي أن يعني الإسراع بالإعلان عن النتائج يخدمنا لصيرورة النتائج النهائية ولإيجاد رئيس منتخب في الأجيال اللي يفرضها الدستور. إذا تاريخ 23 أكتوبر سيكون التاريخ اللي حددته منذ البداية، وهو تاريخ مفصلي لرئاسة الجمهورية. بالضبط مدام نيلة. نعم، شكرا لك على كل عيشك. شكرا لك زميلتنا نيلة بالحاج من المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. شكرا لضيفك سيد نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نحب بداية ناخذ كلمة لسيدة رشيدة النايفر وكلمة لسي أسامة. نبدأ معك سيدة رشيدة النايفر، تبعتوا معنا على الوطنية الأولى أعتقد نتائج شركة صبر الآراء، ناخذوا تعليق أولي عن نتائج هذه الانتخابات. فعلا هي ليست نتائج أولية بل نتائج صبر آراء، باعتبار أنه يعني النتائج أولية تقدمها هيئة الانتخابات. نعم الهيئة نعم. سوف يتم الاحتساب هي غدا يوم الثلاثاء، ولكن نظرا للفارق الكبير بين المترشحين لا أعتقد أن النتائج الأولية سوف تختلف جذريا عن نتائج صبر الآراء. نستطيع اليوم أن نقول أن الأستاذ قيس سعيد هو الذي يعني فاز في هذه الانتخابات، وأنا أعتبر أن يعني هذا الفوز هو يترجم ربما رغبة الشعب في ربما يعني استعادة المبادئ التي جاءت بها ثورة 2011. يعني ثورة 2011 جاءت بعدد من المبادئ ويعني وبمطالب، ولكن هناك ربما تقييم أن هذه المطالب لم يتم تلبيتها خلال الثمانية سنوات الأخيرة. فاليوم وكأن الشعب، وكنت توا منذ قليل في شارع الحبيب بورقيبة، 14 جانفي من جديد، ولكنه 14 جانفي من جديد عن طريق صناديق الاقتراع وبطريقة سلمية وفي كنف القانون. فهذه يعني لابد أن نحيل لهذه المسألة، وأظن أن هذه يعني هذا سوف يكون رسالة لمختلف الشعوب التي الآن تحاول أن يعني تنتقل إلى المسار الديمقراطي. فهذا مهم جدا. ربما الرسالة الثانية عفوا هي الشباب. الكل يعرف أن يعني الشباب هو الذي يعني في الحقيقة كان صانع أحدث الفارق في هذه النتيجة. أولا كان صانع يعني هذه الحملة، وهو الذي أحدث الفارق. وهنا يعني أن الشباب ما هوش كما نقولوا عليه ما هوش مغروم بالسياسة، يحب القهاوي، يحب يعني لا لا لا، الشباب بالعكس، الشباب طلع اللي هو يخمم واللي هو عارف طريقه، وفقط يعني هناك ربما من ساعده على أن يجد طريقه. فأظن أن هذا مهم جدا بالنسبة لتونس. كمساندين الأستاذ قيس سعيد، توقعت هذه النسبة، ودائما أتحدث عن النسبة اللي قدمتها شركة سيجما كونسي، لا أتحدث عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نحن في انتظار نتائجها طبعا. نتائج نتاع مؤسسات صبر آراء الكل هي خروج من مراكز الاقتراع، مش صبر آراء، بعد الخروج من مراكز الاقتراع. نعم كل متقاربة نفسي. توقعت النسبة هذه؟ توقعتها أنا شخصيا. علاش؟ خاطر أنا نعرف الأستاذ قيس سعيد يعني منذ 1999 ودرست معاه، وعشنا قصبة واحد وعشبة قصبة اثنين كأساتذة قانون، ويعني نقلت معاه العديد من المدن، ونعرف أن الأستاذ قيس سعيد يعني فعلا عنده علاقة وثيقة بالشباب ويعني في مختلف الجهات، وهذه العلاقة بنيت على احترام متبادل. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كون الأستاذ قيس سعيد لم يتجرأ من قبل أن يترشح. لماذا؟ ولماذا ترشح اليوم ولم يترشح في 2014؟ رغم اللي طالبوه الكثير باش يترشح في 2014 وطالبوه ترشح اليوم فعلا لأنه كان واثق أن هذا الشباب يريد. الأستاذ قيس سعيد يتوجه الآن إلى الشارع الرئيسي في العاصمة، شارع الحبيب بورقيبة. هذه صور مباشرة، تجمع العديد من
أنصار قيس سعيد خرجوا للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة، والتحق بهم الأستاذ قيس سعيد للاحتفال معهم بفوزه بهذه الانتخابات. هذه الصور إذن تأتينا مباشرة، نتابع إذن هذه الصور. كما قلت الأستاذ قيس سعيد التحق بهذه الجماهير الناخبين الذين ساندوا الأستاذ قيس سعيد، التحق بهم إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بهذا الفوز. إن شاء الله تكون على خير على تونس، إن شاء الله يا ربي المشروعية الشعبية اللي تمتع بها رئيس الجمهورية اليوم تكون قادح لدفع بقية السياسيين، بقية الفاعلين السياسيين في تونس الالتفاف حول رئيس الجمهورية، إن شاء الله يكون قاطرة لدفع كامل المشهد السياسي التونسي في الاتجاه الصحيح اللي يخدم بالفعل مصالح الشعب وينهض بهالمطالب اللي قادت مهم لمدة طويلة. إن شاء الله الناس الكل نقدموا مع بعضنا لنصرة تونس والتقدم بتونس والاستجابة لتطلعات الجماهير التي ظلت منسية إلى سنوات وسنوات. إن شاء الله وأيضا الشباب، نعم يعني هنالك تطلع واضح وجلي من قبل الشباب تجاه الأستاذ قيس سعيد، إن شاء الله يكون في مستوى هذه الانتظارات، مش هو فقط وحده بل بقية مثل ما قلت الفاعلين السياسيين، وإن شاء الله الأستاذ قيس سعيد يلعب دور الجامع الذي يجمع حوله يعني من انطلاق من هذه المشروعية الشعبية الهامة التي يتمتع بها في دفع قلت كامل المشهد السياسي للنأي بنفسه عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم مصلحة البلاد، بل بالعكس اليوم ينبغي أن نتقدم جميعا صفا واحدا في اتجاه خدمة مطالب الشعب بكل فئاته دون استثناء دون استثناء. وهنا أؤكد على هذا. بالمناسبة نشكر كل من صوت الأستاذ قيس سعيد وكل من لم يصوت له وكل من أبدى انتقادات تجاه قيس سعيد وكل من أيده، كلنا تونسيون وكلنا سنتقدم صفا واحدا وننسى إذا التجاذبات التي عشناها طيلة الحملة الانتخابية ونتقدم صفا واحدا. شغلنا الشاغل هي تونس ومشاغل تونس ونصرة تونس ونصرة العالم التونسي. هذا إذا كان الأستاذ نوف السعيد. نحب نعطيك الكلمة سي أسامة مدير الحملة الانتخابية لسيد نبيل القروي، شنو تعليقكم الأولي على هذه النتائج؟ طبعا دائما أؤكد أن نحكي على نتائج شركة سيجما كونسي. تعليقنا الأولي يمشي طبعا للشعب التونسي اللي صوت وصوت بكثافة اليوم، وهذا معناتها احنا نحبوا نشكروه الناس اللي صوتوا للسيد نبيل القروي ولا اللي ما صوتولوش، ونقولوا اللي النتائج كانت متوقعه. احنا هذه نتائج اوليه، احنا باش نرتقبوا نستناو النتائج النهائيه نتاع الهيئه العليا المستقله للانتخابات اللي هي الوحيده اللي تنجم تعلن على نتائج نتاع نتائج الانتخابات، واللي هي الوحيدة اللي تنجم تعلن على من فاز ولم يفز بالانتخابات، واللي الوحيدة زادا باش تعلن على شكون هو رئيس الجمهورية التونسية. احنا كما قلت لك نشكر الشعب التونسي، نشكر أنصار حزبنا. وعلاش قلت متوقعة؟ هي نتائج انتخابات، صارت انتخابات صحيح في البلاد، ما صارتش حملة انتخابية. انتم تعرفوا الظروف اللي صارت فيها الحملة الانتخابية، مرشحنا كان سجين وسجين سياسي مدة أكثر من شهر ولم نقم بحملة، ما تخرج قبل يومين، فنتيجة مرتقبة وذي معناتها. ولكن سي أسامة في معناتها تقريبا في المدة الأخيرة الكل، ورغم وأنه كان في الإيقاف، لأنه شركات سبر الآراء دائما تضعه في المقدمة سواء في 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 الانتخابات التشريعية أو في الانتخابات. لأنه كان في السجن. وجود السيد نبيل القروي أثر على نتائج الانتخابات
في السجن وأثر على الحملة الانتخابية وأثر زاد على المسار الديمقراطي ككل. احنا شوف اليوم مرحلة تتطلب الكثير من المسؤولية. احنا السيد نبيل القروي هو رئيس حزب قلب تونس اللي هو الحزب الثاني في البرلمان وصاحب الكتلة الثانية في البرلمان، وهو اليوم معناتها صوت عليه الشعب التونسي كمرشح للانتخابات الرئاسية في الدور الأول وفي الدور الثاني، كما صوت زاد على الحزب حزب قلب تونس وصوت الحقيقة على رؤية وعلى مشروع. احنا باش ندافعوا على المشروع هذا وباش ندافعوا على الناس اللي صوتونا واللي ما صوتوناش، واحنا متحلين المسؤولية هذه وندعيوا كل أطراف للتحلي بالمسؤولية، لأنه اليوم شفنا في يوم الانتخابات ممكن تو نرجعوا لها مظاهر غريبة على تونس اللي هي شفناها قبل ورجعت اليوم. اليوم أنصارنا تعرضوا للعنف والبريسك للسحل في معناتها ساحات عامة، اليوم أنصارنا تعرضوا للتهديد، اليوم صارت خروقات. احنا هذا موش مجال اليوم باش نحكيو فيه، احنا باش كما قلت لك متحلين بالمسؤولية. احنا عندنا معناتها الجانب القانوني هذا باش تلهو به معناتها الهيئة اللي عندنا اللجنة اللجنة القانونية. بمعنى أسامة يعني تنتظروا نتائج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هل ممكن وأن المترشح نبيل القروي يطعن في نتائج الانتخابات؟ شوف قلت لك احنا متحلين بالمسؤولية وواعيين بظرف بلادنا وواعيين بظرف الشعب نتاعنا وواعيين زادة بالظرف الإقليمي العام والدولي والعام اللي موجود فيه الشعب التونسي. احنا ماناش دعاة لا كونه نوقفوا البلاد، احنا دعاة انه نوحدوا معناتها التوانسة كونه يكون ثم التواصل نتاع دولة باش نجلسوا مع المكتب السياسي نتاعنا مع إدارة الحملة اللي نشكرها ونشكر أنصار السيد نبيل القروي ونشكره هو زاد على خاطر معناتها أظهر شجاعة كبيرة وقت اللي خرج بعد نهارين ومشى عمل المناظرة، وإحنا كنا رافضين قلنا له ما تمشيش لأنه كان في حالة صحية وفي حالة معنوية ومعناتها حرجة، ورغم ذلك جاء لأنه حب يقدم برنامجه ورؤيته للشعب التونسي واحتراما للشعب التونسي. قلت لك هذا كل ما يعنيش كوننا احنا موجودين لهنا نستناو في شنو الفرصه. احنا قلت لك ناس مسؤولين باش ننظروا مع معناتها اعضاء حزبنا ومع مع رئيس حزبنا في الخطوات القادمه اللي باش نقوموها وباش تكون خطوات في صالح البلاد هذه وفي صالح الشعب التونسي. واضح. سي عبد الحميد، حزب حركة النهضة كان من الأحزاب الأولى اللي أعلنت دعمها للأستاذ قيس سعيد. شوف أنا أولاً نحب نترحم على الناس اللي خلينا نعيشوا هالعرس، العرس اللي هو استمر توا 7 أسابيع وتونس تعيش في عرس انتخابي ورشة كبيرة من الحوار السياسي دون أن نحب التوانسي يتذوقوا هذا. ما صارت ولا عملية إرهابية شكرا للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، ما صار ولا واحد منا تقتل في بلايس أخرى على أشياء أقل من هذا يصير منها فيها أشياء مثل هذا. ساحات متعذبة البلاد كل كي منا خوتتها الأحزاب السياسية باش يصير منا ثم حوار سياسي منا كبير، واستمعنا في الأخير إلى حكم الشعب. إذن نترحم على كل الشهداء، نشكر كل المناضلين في عهد الاستبداد وبعد اللي خلوا اللحظة هذه ممكنة بالنسبة للتوانسة اللي المقتضى متاعها بكامل الوضوح وكامل البساطة أن التونسيين يبحثون عن التغيير، طرق أخرى في التفكير، طرق أخرى في إدارة الشأن العام، طرق أخرى في التفاعل مع الشباب، طرق أخرى في التفكير حتى في الأوعية الحزبية، طرق أخرى أيضا في التواصل. هذه الحملة الانتخابية وهذه النتائج سواء كان في مسارها رئاسي أو في مسارها تشريعي أو غيرها هي حكم على كل المنظومة الحاكمة، سواء كان أحزاب سياسية، نخب، مثقفين، إعلام، مجتمع مدني. أشكر خاصة الشباب اللي هو صناعة الثورة. لحظة اليوم هي تقريباً
16 ديسمبر 2010 فقط في 16 ديسمبر 2010 طريقة التغيير نظرا لانسداد الآفاق اتخذت سرقة ما ترافقت مع العنف. نعم. ولكن من الآن أصبح إمكانية التغيير بالصندوق. أشكر جيدا الشباب التونسي اللي عبر على وجهة نظره تاعه والاتجاه تاعه. شاهدنا خلال الحملة الانتخابية وخلال اليومين الأخيرين مشاهد ما تلقاه كان في تونس من الشباب قاد شاهد المحطات نتاع الكيران نتاع الترينوات ثم شبكات نتاع التضامن الاجتماعي اللي موجود. شفنا عروسه ماشيه معنا تنتخب، شفنا ثم ناس مرضى ومقعدين ماشيين معنا قاعدين معنا باش ينتخبوا. شفنا ايضا انه لما المقاومه العربيه وقوات التحرر العربيه تصاب بحاله من الانهاك يجي نفس جديد يجي من تونس. انا نقول الان اشعر في نفس الوقت بالفخر اني تونسي، اشعر في نفس الوقت بالفرحه على أن التوانس اليوم قالوا نعم للتغيير. وأشعر أيضا بثقة نتاع المسؤولية لأن التوانس هذونا اللي تقريبا 7 أسابيع وهم يقولون نحب نغيروا، أسمعونا، التنمية، التشغيل، إدارة الشأن العام، إدارة الشأن المحلي، موضوع الحوكمة الرشيدة نريد هذا، هذا مش يخلي بالنسبة للسياسيين. وأنا اللي قلت على ذلك نشعر بثقة نتاع المسؤولية يخلينا اللي راهو الخدمة راهو ماشي بعد شهرين وبعد 3 وبعد 10، الخدمة من غدوة. وأقول للطبقة السياسية بكلها للناس اللي موجودة في البرلمان، احنا خاطر توا شو عملنا الثالوث نتاع الحكم توا واضح منه عندي أنا هو السيد قيس سعيد، مبروك عليه إن شاء الله وإن شاء الله ربي يعينه. هو رئيس الجمهورية مازال تو البرلمان لازم يسوي أموره ومازالت الحكومة لازم يعطى رئيس حكومة، لكن حذاري التوانسة يحب يقولونا أكل عرك متاع ما قبل 15 سبتمبر وكل خصومات وكل حسيبات منا متاع الأحزاب السياسية عيشكم عيشكم خلوه بجنب. احنا الآن حاجتنا بالتغيير. أنا اليوم واضح اليوم 8 ساعتين عن فرصة، 8 ساعتين عن سرسي، 8 ساعة حكمنا عليهم، لكن إذا كان ما كنتم مش تغيروا في وقت سريع وتستجيبونا راهو المرة الجاية مش تكون عبر الصندوق وربما تكون عبر أشياء. واضح. عنا صور ضيوف الكرام وسيدة المشاهدين من بني خيار مسقط رأس الأستاذ قيس سعيد. هذه صور من بني خيار، الناس خرجت تحتفل بابنها الفائز في الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني. تجمعات كبيرة وهامة. نذكر ونقول وأن هذه الصور تأتينا الآن مباشرة من بني خيار فرحا بابنها الأستاذ قيس سعيد. إذن ثاني رئيس جمهورية في اقتراع مباشر كما شفتوا مشاهدينا بني خيار، شفنا قبلها شرح حبيب بورقيبة. باش نواصلوا خلال هذه السهرة مواكبتنا لحظة بلحظة. سي محسن حسن، تعليقك اولا على النتائج على العمليه الانتخابيه برمتها، وشفت كيفاش معناها تونس اليوم ومنذ اسابيع حقيقه محط انظار كل العالم. بالفعل هو اليوم الحقيقه فرصه باش نهنيو انفسنا، نهنيو الشعب التونسي اللي انحط اسم البلاد العزيزه باحرف من ذهب. اليوم أعتقد أنه نجاح تونس في تنظيم 5 انتخابات تقريبا منذ سنة 2014، الانتخابات هذه كلها تمت بطريقة ديمقراطية، هذا يحسب لشعب تونس. أعتقد أنه هذا يؤكد مرة أخرى وأنه تونس هي الشمعة المضيئة في دول الربيع العربي اللي نجحت باش تعمل انتقال ديمقراطي سلس. واعتقد انه رغم الصعوبات اللي تعرفها بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ورغم الضغوطات انه نجاح تونس في المسار الديمقراطي يلزم نفتخروا به ويلزم نتباهوا به. اليوم اعتقد انه الشعب التونسي اختار الاستاذ قيس سعيد لعده اعتبارات، اولا لشخصه الكل نعرف
تعرفوا تكوينه العلمي يعني رجل عنده من الميزات الشخصية اللي تخلي الشعب التونسي يختاره، ولكن أيضا لابد من التذكير وأنه هذا الرجل كان أكثر التساق بالشباب التونسي اللي صنع الفارق اليوم. هذا المترشح سي الأستاذ سعيد تواصل مع الناخب التونسي ومع الشعب التونسي بطريقة مغايرة تماما لم نتعودها من قبل. الأستاذ سعيد أيضا يعتبر محافظ، واعتقد أنه هذا يؤكد مرة أخرى وأنه الشعب التونسي بطبعه هو شعب محافظ، لذلك أعتقد هذه من بين العوامل الكثيرة اللي خليته اليوم يحقق نسبة أولية يعني مهمة ومهمة للغاية وبفارق كبير. لكن هذا في الحقيقة لا ينقص من قيمة السيد نبيل قروي المترشح للدور الثاني، نعرف أنه عنده أفكار ولكن الشعب التونسي اختار الأستاذ سعيد اللي لربما عنده أكثر يعني ما قدم وما يقدم الشعب التونسي. سي محسن سمحت لقاطعك تراش، وأنه الاختيار أيضا كان على رفض الأحزاب ورفض يعني السياسيين بشكل عام، وشفناه هذا انعكس حتى على نتائج أو نسب التصويت في الانتخابات الماضية وحتى في انتخابات البلدية. فما نشقول المجتمع انفر من السياسيين واختار شخصية مستقلة. عدم انتماء ولا عدم تحزب الأستاذ سعيد هو من بين العوامل اللي خليته ينجح. اليوم الشعب التونسي للأسف منسوب الثقة في الأحزاب السياسية تراجع بشكل كبير، لأنه الأحزاب اللي حكمت بعد الثورة خلينا نقر وأنا لم تحقق الكثير للشعب التونسي في المجال الاقتصادي والاجتماعي. اليوم كي ناخذوا يعني الإنجاز أو المنجز الاقتصادي منذ الثورة إلى الآن ضعيف وضعيف جدا، يعني دون الدخول في تفاصيل لما نعرفوا نسبة الفقر، نسبة البطالة، الوضع الاقتصادي نعرفوه، تعرف المؤشرات الكل. وبالتالي أعتقد أن الشعب التونسي عاقب الأحزاب التي شاركت في الحكم بعد الثورة وانتخب الأستاذ سعيد، وعدم انتمائه لحزب ولا عدم تحزبه اعتبره أنه عامل مهم جدا. علاش؟ لأنه أعتقد اليوم تونس سياسيا في حاجة إلى رئيس جامع. اليوم لربما هذه دعوتي للأستاذ قيس سعيد وأن يجمع التونسيين. اليوم بلادنا تمر بوضع اقتصادي واجتماعي وسياسي صعب وصعب للغاية، ونحن في حاجة إلى رئيس لكل التونسيين، نحن في حاجة إلى رئيس يجمع التوانسة. واعتقد أن المحطة الأولى هي تشكيل الحكومة، ودور رئيس الجمهورية المنتخب سيكون كبير وكبير جدا، لأنه للأسف الشديد الانتخابات التشريعية أعطتنا مجلس نيابي مشتت، واعتقد أن الأستاذ سعيد سيكون له دور في تجميع على الأقل الأحزاب اللي تتشابه واللي عندها توجهات مشتركة حتى أنهم يشكلوا حكومتهم وينطلقوا في برنامج إنقاذ اقتصادي ويكون عندهم عقد سياسي يمكنهم بالشحك من تونس لمدة 5 سنوات قادمة. أيضا الأستاذ سعيد من الجانب الاقتصادي، وأنا ضد الحقيقة اللي يقولوا أنه دور رئيس الجمهورية غير هام على المستوى الاقتصادي، بالعكس أنا أعتقد أن القيمة الاعتبارية لرئيس الجمهورية سواء كان في مجال الأمن القومي، دوره أيضا في مجال الأمن القومي وفي الدبلوماسية الاقتصادية، ودوره ك يعني يقترح مبادرات تشريعية، هذا نجم نوجهها للجانب الاقتصادي. وأنا استمعت منذ قليل لكلمة الأستاذ سعيد ولأول مرة تقريبا يقول وأنه سيحط كل الثقل متاعه من أجل معالجة الإخلالات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. إذن هذا أعتقد مرة أخرى وأنه هذا انتصار الشعب التونسي ككل، هذا يدفعنا باش نطلب من الطبقة السياسية وأنه تتوحد. وهنا نشكرك لأنه ما قاله الأخ مهم ومهم جدا، اليوم الطبقة السياسية لازم تبرهن على حسها الوطني، وإحنا أنا شخصيا كمواطن تونسي كمتتبع للشأن السياسي والاقتصادي عندي ثقة في الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وفي غيرها، وستساهم في إخراج تونس من المأزق الاقتصادي والاجتماعي، ودور سيد رئيس الجمهورية سيكون كبير وكبير جدا في هذا الإطار. إذن تونس هي اللي انتصرت. شوفوا اليوم، وهذه لربما رسالة لشباب تونس ما نحبوش يعني نفقدوا الأمل. اليوم شوف شنو الصحف العالمية ومواقع الانترنت شنو تكتب على تونس، لابد نكون مفتخرين. أيضا هذه فرصة أيضا كما قلت باش ننطلق وبسرعة وبدون إذاعة وقت في استكمال المسار السياسي والهيئات الوطنية، وهذا الكل إن شاء الله يقوم به رئيس الجمهورية المنتخب. ولكن اللي نأكد عليه حقيقة هو ضرورة دفع
البلاد نحو الوحدة الوطنية ونحو المجهود لإنقاذ تونس من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. ورئيس الجمهورية له قيمة اعتبارية وله من الإمكانيات الدستورية اللي تخوله باش يقوم بدور كبير جدا على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية، على مستوى التشريعي، وأيضا على المستوى الأمن القومي اللي المصطلح نتاعو ما عادش الأمن القومي الكلاسيكي، اليوم يعني مصطلح الأمن القومي يتفرع على عديد الجوانب، الأمن المائي، الأمن الطاقي وغيرها. أعتقد دور رئيس الجمهورية هام وهام جدا. نعم. واليوم لازم نلتفوا كلنا منتصرين ومنهزمين بين الظفرين حول رئيس الجمهورية من أجل إنقاذ تونس من وضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب. نعم، نذكر بالنسبة لقدمتها شركة توجيهك سيدة رشيدة، بالنسبة لقدمتها شركة سيجما كونسي 76.9% لصالح الأستاذ قيس سعيد و 23.1% للسيد نبيل القروي. سيدة رشيدة، أنا باش نسأل على جانب آخر، ونعرفك مهتمة جدا بالإعلام، الظهور الإعلامي للأستاذ قيس سعيد رغم اللي ما كانش كثير جدا، ولكن اختصر يظهر على حوار في الوطنية الأولى والمناظرتين، وكان تسمح في نفس الوقت باش نعقب على التدخلات باش يكون حوار تفاعلي. نعم، كان كل واحد يعمل الخطاب ويروح. أكيد. فيعني الطول الإعلام نجي في الاخر لانه مرتبط ايضا بالتدخل اللي قالوا سي اسامه. سي اسامه، والله يعني باش نعقب على المتدخلين ثلاثه. اولا، هل ان الاستاذ قيس سعيد محافظ ام ثوري؟ علاش نقول ثوري؟ لانه هذه كلمه محافظ اول ما جات في الصحافه في وسائل الاعلام الاجنبيه. اول ما جات من وسائل اللي هي نقلت يعني راي ل يعني زميل من زملائه. ولكن هذه وسائل الاعلام الاجنبيه اليوم سمعتها باذني تقول ان الاستاذ قيس سعيد هو ثوري. يعني شوف، يعني وسائل الاعلام الاجنبيه ما بين الدور الاول والدور الثاني عدلت من موقفها ولات تعتبره ثوري. علاش ثوري؟ استنادا لي يعني البرنامج الذي تقدم به. هل ان المحافظ يقدم برنامج لي يعني اعاده بناء الدوله على اساس ديمقراطيه تشاركيه؟ يعني هذا هو. فهني يعني من جهه طبعا المحافظ استنادا لبعض المواقف الشخصيه له من عقوبه الاعدام خاصه من مساله المساواه في الميراث، ولكن في المقابل هو ثوري في البرنامج السياسي الذي يقترحه. ولذا أظن أن علينا أن نتريث في إطلاق يعني العبارات وفي التصنيفات. يعني إحنا نتسرع في التصنيف، يعني في التصنيف، بينما لما نشوف ونلقاو اللي هذا المحافظ هو في نفس الوقت أيضا ثوري. فهذه أظن أنه معطى مهم جدا. بالنسبة لدعم النهضة، الأستاذ قيس سعيد ما دعمتوش كان حركة النهضة، دعموا التيار الشعبي، دعموه الوطنيين الديمقراطيين. يعني راهو انا كي قلت سي عبد الحميد، راهو مازال عندنا ضيوف من حركه الشعب. باش نوصل للفكره فقط، يعني مانيش نقدح في البلاتو هذايا، وانا لكل الاحترام يا زين. يعيشك ربي فضلك. فيعني هو كي نشوفوا نلقاو اللي معناتها دعمته عديد الاطياف على اختلافها وعلى اختلافها، والنتيجه الحصيله جات يعني هذا الفارق الكبير اللي هو ما ينجمش يكون مرد النهضة فقط. النهضة خزنها الانتخابي في انتخابات التشريعية الأخيرة جابت 500,000، جابت 500,000. الأستاذ قيس سعيد اليوم يعني بالنسبة 70% جايب أكثر من 3 ملايين. فما نجموش نقولوا اللي الأصوات جايبها لا من النهضة وحتى عدد شخصيات وطنية دعمت الأستاذ قيس سعيد. يعني فريت يعني بالنسبة لينا، وهذايا أنا أراه يمشي يعني في اتجاه الدستور التونسي. الدستور التونسي شو يقول لك؟ يقول لك رئيس الدولة شخصية مستقلة. فأنا أرى أن اليوم هذا تكريس للدستور التونسي. نعم. وهو قال أنا نكون الرئيس الجامع، ولكن ليس لأي جهة فضل علي. نعم. الآن نجيو مساج. أنا نرجع لك سي عبد الحميد. سمعتك. فنجي باش نربط باللي قاله الاستاذ اسامه وحكايه الحمله. هو قال اللي المرشح الثاني ما قامش بحمله انتخابيه كما ينبغي. انا نقول له المشكله مش كونه فما مرشح قام بحمله ومرشح ما قامش بحمله. المشكله يا سي اسامه اختلاف في نوعيه الحمله. بالنسبه لمرشحكم يعني هو يعني كيفاش يقولوها عمل الحمله عن طريق قناه خاصه جندت له الى حد اليوم. اليوم
نسمة لم تحترم الصمت الانتخابي وما اعترضناش عليها خليناها. اليوم نسمة خرقت الصمت الانتخابي، فعندكم قناة جندت وعندكم قناة أخرى جندت بطريقة غير مباشرة، فانتوما اللي وقع لكم كما احنا نقولوا ترو دو دغوا تو لو دغوا، كثير من القانون يقتل القانون، كثير من الإعلام يعطي المفعول العكسي. تعرف وقت اللي انت تكثر يولي ما تخكاش فيعمل المفعول العكسي، وهذه يظهر لي يلزمكم تخموا فيها شويه وكل الاحزاب تخمم فيها. بينما الاستاذ قيس سعيد قال لك انا بالنسبه لي لا اعادي الاعلام، ولكن انا لا اعتبر انني لدي بضاعه واذهب لوسائل الاعلام واعرض هذه البضاعه. انا بالنسبه لي نحب نقوم بحمله تفسيريه مع الناس اللي تحب تصوت لي، نحب نفسر لهم مشروعي، فانا نمشي لهم فين هما؟ في القهاوي، في الأسواق، يعني في أي مكان، وكي يمشي لهم يطرح عليهم. فكانت الحملة مغايرة تماما، والنتيجة يزمنا الآن يزم يعني المختصين في العلوم السياسية والمختصين في وسائل الإعلام يفهموا اللي النتيجة شنية. لكن نحب نقول حاجة، الأستاذ قيس سعيد عنده ميل أكثر للإعلام الوطني، الإعلام العمومي. علاش؟ خاطر الإعلام العمومي نحب نقولها يعني بكل تجرد، في المرحلة الأخيرة لعب دور المحايد، دور المحايد، هذا الحياد الذي نحتاجه بالنسبة للحملة الانتخابية. بينما وسائل الإعلام الخاص يعني تجندت لمصالح واحد، فهو عنده أفضلية صحيح للإعلام العمومي يعني، وحتى عنده بعد هو بالنسبة لي يحب يطرح حتى مشروع لي يعني دعم الصحفيين ولدعم هذه المؤسسة. نعم سي اسامه سامحني، انت تحب تعقب على السيده رشيده؟ تفضل. باش نجيك سامحني، هي حكيت على مشكل، مع كل احترامي ليك احنا في حملتنا وحتى السيد نبيل قروي عمره مقدح في السيد قيس سعيد، وحنا نكنوا له كل احترام. كيفاش في المناظره عاد قدام الناس الكل قدام 6 ملايين ونص قدح فيه؟ سامحني، قدام 6 ملايين ونص تقولي عمره مقدح فيه؟ سامحني، السيد نبيل قروي وحملة السيد نبيل قروي تكن كل الاحترام للسيد قيس سعيد، ويلزمنا توا نعطيو رسالة باهية للمواطنين والمواطنات وما نحكيوش عليهم كشفر. اليوم اللي تحكي عليهم هما مواطنين ومواطنات عندهم مطالب، واليوم صوتوا على برامج وصوتوا على أشخاص، واليوم يلزمنا نحكيو من اليوم من تو على مطالبهم وعلى حلول لمشاكلهم ونتحلوا الناس كل بمسؤولية، ما غير احنا ما جيناش رجعنا تو قلنا وما قلناش احنا معني سيد قيس سعيد يتعدى في الوطنية ولا قبل في 3 سنين، ما نحبوش نقولوا هذا كان يحضر في الأخبار ولا هذا كله ما نحكيوش شيء وماناش ماشيين في التمشي هذا. احنا اللي نحبوا نقوله اليوم لثم مواطنين ومواطنات صوتوا على أحزاب وعلى أشخاص باش يحلوا لهم مشاكلهم، فأحنا متجندين من اليوم باش نبداو في حل المشاكل. الناس تنجم اليوم تحتفل، من حق الشعب التونسي أنه يحتفل، من حق السيد قيس سعيد والسيد نبيل قروي كونهم معناتها يعطيوا لور بريسونتيمون. السيد نبيل قروي محكمة التعقيب والسيد قيس سعيد وحملته ماهيش معنية بهذا، احنا نحكيو على مرشح منتخب مرشح للدور الثاني كان في السجن لم يقم بحملته، والمحكمة نتاع التعقيب. ولكن سامحوني فعنا نقطة خارجية، منين النقطة الخارجية؟ سامحوني عنا نقطة خارجية فقط إذا حاضرة سوسن زميلتي سوسن باش تنضم لنا على مجموعة من النقاط الخارجية. ناخذ سي عبد الحميد، سامحني أسامة، ناخذ سي عبد الحميد جلاسي بسرعة قبل ما تنضم. بسرعة بسرعة اللي السيد معناتها قيس سعيد مش معني بسجن السيد نبيل قروي، ومحكمة التعقيب قالت إيقافه كان غير قانوني، فوجوده والضامن معاه ما قامش بحمله في الدور الثاني. هذيك علاش قلت لك سامحوني فقط لانه النقاط الخارجيه يستناو فينا. علاش معكم انتم؟ نعم واضح. سي عبد الحميد بسرعه بسرعه. سي عبد الحميد انا بصراحه جاي هنا ثم درس وجهنا التوانسه، هاك الخصام والعركه راهو ما يفيدش. مدام رشيده جات من الاول قدمت روحها ماهيش ناطقه رسميه باسم الحمله وماهيش من فريق الحمله، هي مسانده.
حركة النهضة مانيش في وضعية نتاع احتواء نقول وراه هذا قيس سعيد هو راه نتاعنا نحن، لا، أنا مرشحنا سي عبد الفتاح مورو، وبعد مشانا ما نعقد ودخلنا في الدعم نتاعو أقصى ما يمكن على أساس برنامج اللي مش تعمل هوري الجمهورية، ونحن الحزب الأول بنا في البرلمان وكل شيء سنتعامل معه بمقتى ذلك. لكن اليوم ثم رسائل بالله يفكونا من التصنيفات نتاع ثوري ومحافظ يظل الشعب التونسي كانوا قال المفاضة سي عبد الحميد. سي عبد الحميد النقاط الخارجية السنة وفينا نستسمحك سي عبد الحميد، النقاط الخارجية تفضل. إذن مساء النور ليك زينة، ومساء النور لضيوفك الحاضرين بحضنا والجمهور اللي موجود بحضنا في البلاتو والناس اللي تتبع فينا وين ما توصلهم صورة التلفزة الوطنية في هذا العرس الانتخابي. الانتخابات الرئاسية سابقة لأوانها في دورها الثاني، طبعا كل ما قاعدين نتقدموا شوية في عملية الفرز قاعدين نقربوا من نتائج اللي تنجم تكون نهائية وحاسمة. أكيد كما نتفاعلوا مع ضيوفنا في البلاتو مجموعة من المراسلين بتاعنا اللي موجودين على عين المكان في مراكز الفرز، هما بيدهم باش يعطيونا جديد معهم، هما نأتيكم بالأخبار الجديدة بالمعطيات المحينة وبالأرقام والنسب المحينة. بطبيعة معنا زميلتنا عايشة الجملي بن قفصة مركز الفرز بقفصة، وكذلك خميس بوبطان في مركز الفرز بتطاوين. أكيد معهم هما الاثنين مشاهدينا باش ناخذوا مجموعة من التفاصيل والحوصلة إلى حدود هذه اللحظة وين وصلت عمليات الفرز. نبدأ بعايشة. عايشة مساء النور والكلمة ليك. تحية لك سوسن، تحية لكافة متابعي القناة الوطنية الأولى. يتواصل سير العملية الانتخابية وتتوجه الأنظار إلى مراكز الفرز على غرار القاعة المغطاة بقفصة حيث نحن متواجدون الآن، ووصول الصناديق ومحاضر الفرز الأولية من مراكز الاقتراع. آخر النسب اللي مدتنا بها الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقفصة تتعلق بنسب الإقبال في حدود تقريبا 56%، أي تقريبا ما يعادل 122,000 ناخب وناخبة من مجموع 222,150 ناخب وناخبة مسجل بالدائرة الانتخابية بولاية قفصة. أكثر تفاصيل باش نتعرفوا عليها مع سي نجم الدين خرايف الناطق الرسمي باسم الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات، وخاصة العملية التقنية اللي تتم الآن اللي هي عملية العد اليدوي والآلي بعد وصول المحاضر الأولية من مراكز الفرز. مرحبا بك سي نجم. احنا نرحبوا بكم ونرحبوا بالسادة المشاهدين بكامل ربوع تراب الجمهورية التونسية. والحمد لله معنا أغلقنا المكاتب بتاعنا على الساعة السادسة مساء على غرار بقية الهيئات الفرعية، ونحن حاليا بدينا في عملية قبول الصناديق الاقتراع من كافة معناها الدوائر الانتخابية بولاية قفصة من كافة المعتمديات. تقريبا جل المعتمديات هي حاليا موجودة بالقاعة المغطاة مركز التجميع، وبدينا نباشروا في عملية التجميع اليدوي وكذلك التجميع الإلكتروني، ونأمل أنه ربما في الساعات القليلة القادمة أنه باش نمدوا بالنتائج الأولية لعملية التجميع هذه، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل معناها المترشحين في بالنسبة للرئاسية الثانية هذه، وبالتوفيق. ونشكر بالمناسبة الوطنية على حسن معناها اليوم استعدادها اللي شاهدناه في شاهدناه يوميا معناها تغطية عملية انتخابات بكامل تراب الجمهورية، عمل جبار مشكورين عليه، ونتمنى لكم التوفيق. عايشة نعم سوسن، اذا كما كان يتحدث سي نجم الدين تقريبا ان شاء الله في غضون الساعات القادمة نتعرفوا ان شاء الله على النتائج النهائية من هنا من مركز الفرز والتجميع النهائي بالقاعة المغطاة بقفصة. مشكورة عايشة الجملي، كنت معنا مباشرة من مركز الفرز بقفصة. والنسبة المحينة الأخيرة 56% هو يعني نسبة الفرز وصلت إلى حد هذه اللحظة. نتحول إلى تطاوين إلى مركز الفرز مع الزميل خميس بوطان، ومن هناك نأخذ كذلك النسبة الأخيرة في علاقة بالفرز. تفضل خميس. نتحدث عن
مشاهدينا الكرام، نتحدث عن جهة الجنوب الشرقي التونسي في ولاية تطاوين ومدنين وجابس. وصلت إلى المراكز الجهوية للتجميع صناديق الاقتراع بنسب متفاوتة من مختلف مكاتب الاقتراع في ولاية تطاوين ومدنين وجابس، بتأمين من قوات الأمن الوطني والجيش الوطني. الآن في مركز التجميع الجهوي في تقريبا أكثر من 90% من صناديق بدأت عمليات التجميع والفرز اليدوي والآلي بين والمراقبين المحليين. كذلك نتحدث عن بداية استقبال صناديق الاقتراع في انقطع الاتصال مع الزميل أخميس بوطان حالما تكون جاهزة المراسلة. الصورة والصوت نعود إليك أخميس بوطان. تقريبا في ولاية تطاوين وصلت النسبة إلى حد الآن 90% حسب ما أكد ذلك الزميل أخميس بوطان. أكيد لنا عودة في أكثر من مرة من خلال هذه الفقرة لنتفاعل أكثر ولنأتيكم بالأخبار المحينة والنسب. طبعا النسب التي تقولها نتائج صبر الآراء هي يعني في المرتبة الأولى السيد ومرشح الرئاسية الثانية السيد قيس أسعيد، ولكن ننتظر النتائج الرسمية لهيئة الانتخابات ليزي. طبعا نعود مرة أخرى لك الكلمة زينة لك ولضيوفك. نرجع مع ضيوفنا الكرام. قصيت عليك سي عبد الحميد بسرعه قبل ما نمشي لسي بصر. انا كما قلت لك الليله ليله فرحه وتحليل واخذ عبره. ثم مجموعه نقاط بودي نذكرهم بسرعه. الديمقراطيه التونسيه بينت حاجه، اللي الشعب هو الاصل والصندوق هو الاداه، وانه الاحزاب هي فروع، وانه الاحزاب وقت اللي ما تخش الدرس يتم المعاقبه نتاعها. الان ايش عندنا؟ عندنا رئيس جمهوريه جاب اغلبيه كبيره برشا. الميزه الاساسيه نتاعو عنده طريقه طريفه في التفكير خارج النسق. هذا ينجم يدفع المشهد الحزبي والسياسي مليح مليح. مطلوب من برلماننا جديد ياخذ العبره من البرلمان السابق ومن المجلس الوطني التاسيسي، وايضا من الدرس نتاع الشعب. مطلوب الان بسرعه حكومه قويه تقود الاصلاحات، والمطلوب من الاحزاب السياسيه ما تبداش تتجبد على بعضها بسرعه. راهو ما ثمش واحد خاسر واحد رابح. اليوم مطلوب منا رئاسة جمهوريه وحكومه وبرلمان نكونوا في خدمه الشعب من اجل الشباب، من اجل الخدمه، من اجل التنميه، من اجل المقدره الشرائيه، من اجل اتمام الهيئات الدستوريه، من اجل ان تونس تبقى دائما نموذج يكركر المنطقه نتاعنا احنا في طريق الاصلاحات. هذه هي الرساله. من لم يفهم هذا مش نلقاو روحنا بعد بعض اشهر ام ازمه سياسيه كبيره ما عادش تتحل معنا بالصندوق. وامل انه ما نوصلش الشيء هذا، وان شاء الله ما نوصلش الشيء هذا، او مش نجد انه احزاب وهيئات بعد مده تجد نفسها هي بيدها اصبحت على هامش التاريخ. نعم سي محسن. انا الحقيقه اللي نحب نطلبه لخيان في حمله سي نبيل او سي قيس، وانه نتجاوزوا الخطاب لربما اللي كان اثناء الحمله الانتخابيه فيه نوعا ما من التشنج، ونمشيوا في اتجاه البناء. اليوم تونس في حاجه لاولادها الكل، وما فماش منهزم وما فماش منتصر. تونس هي التي انتصرت في هذه المحطه الانتخابيه، تونس هي التي فازت في هذه المحطه الانتخابيه. اليوم نتجاوز الماضي وننطلق في البناء مع بعضنا. التحديات كبيره، وانا اللي نطلبه واللي ناكد عليه وانه السيد رئيس الجمهوريه الجديد ينطلق بالفعل في المساهمة في إنقاذ تونس، أولا سياسيا. واللي قاله سي عبد الحميد سعيد صحيح، احنا اليوم أمام برلمان مشتت، وتكوين الحكومة نظريا أمر صعب. أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية ينجم يلعب دور رئيسي في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية الفائزة في البرلمان واللي تتفاهم حول خطوط كبرى من أجل تكوين حكومة. الحكومة باش يكون دورها الأساسي هو الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي. اليوم التحديات الاقتصادية معروفة، لربما مش مجالها باش نذكروها. التحديات الاقتصادية تم عديد المسائل، التوازنات المالية للدولة بمفهومها الشامل، النمو
وال وال والاستثمار اليوم هذا كله معطل، يعني مسألة الجانب المؤسساتي وحوكمة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، يعني وغيرها من المسائل الاقتصادية اللي نتفق حولها جميعا. أعتقد أن دور رئيس رئيس الجمهورية هو الدفع بالأحزاب السياسية لتكوين حكومة، ثم أيضا دوره كرئيس جمهورية المجال الدبلوماسي وفي غيره من المجالات. ما زلنا باش نحكيو عليه، هذايا أدوار رئيس الجمهورية ما زلنا باش نحكيو عليها مع ضيوفنا الكرام. نمشيو لقسم الأخبار ونشرة العاشرة ونرجعوا، تفضل.